السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيدايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. جيتكم هاد النهار اخوتي المغاربه بثلاث ديال المواضيع مهمه، بغيت ننوركم بخصوص هاد المواضيع هادي متداخله فيما بينها. الموضوع الاول ديال بنت الكونوريل، جبت لكم ادله ملموسه بعد البحث المتعمق اللي درت وبعد الملاحظات اللي ما لاحظوهاش العديد ديال الناس بخصوص هذا الملف هذا الغامض. جيت هاد النهار اخوتي المغاربه ننوركم بخصوص هذا الموضوع هذا الشائك. بقى معايا ما تمشي فينا اللي بغيتي تنور. وبخصوص القضيه ديال مومو اللي كيدوز في الراديو ديال هيت راديو، الراديو ديال هيت راديو هو مومو، بخصوص ديك الجريمه المفبركه اللي يعني داز في المحكمه خصوص هذه القضيه هذه وحكموا عليه بخلص غرامه ماليه ديال 10 ديال المليون، ومن بعد عطاوه 4 شهور. بزاف ديال الناس خرجوا كيطرقوا لهذا الموضوع هذا وما لاحظوش بعض الملاحظات. بحال العاده جيت انا باش ندير العطريه على الكاميلا باش تجي بنينه. الموضوع الاول اللي بغيت نتطرق له ونبدا به اخوتي المغاربه هو الموضوع ديال بنت الكونونيل. اول حاجه بغيت نبدا بها اخوتي المغاربه وهو انه شحال هادي شاب مامي جزائري كان غنى واحد الاغنيه على بنت الكونونيل، بحال الا كان عارف بان غيجي واحد العام واحد الوقت وغيوقع واحد المشكل لواحد البنت با كولونيل في البوليس. حنا كنقولوا كولونيل الواحد اللي كيكون في العسكر ولا في الجدارمية، حيت في الامن الوطني، حيت الامن الوطني ماشي الدرك الملكي، الدرك الملكي تابع لوزارة الدفاع. الامن الوطني والمخازنية تابعين لوزارة الداخلية، داكشي باش ما متعوديش حنا كنقولوا كولونيل، كنقولوا اوفيسي ديال البوليس ضابط ولا كذا، ما كنقولوش مثلا كولونيل كوماندار كوموندو، كنقولها في العسكر ولا في الجدارمية. المهم ماشي الحديد ديالي هو هذا، ما جيتش باش نقول لكم الكراد هنا. بنت الكونونيل اغنية شهيرة ديال الشاب مامي كنغناها من بكري، وما جيتش انا نقول لكم بان راه الشاب مامي جا كيغني على بنت الكونونيل، انا ماشي هذا الشيء هذا باش غنورك، انا راه غنورك في حوايج اخرين. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع بحال العادة اخوتي المغاربة خصنا نفرشوا الزربية، نبداو بالزربية في الاول ديال كي قال قولوا الموكيت في الاول قبل ما كتدخل الدار، عاد كتلقى الزربيه في السيجور، عاد الزربيه ديال الصالون الكبير. هاد السيده هادي اللي كان داز عندها السي المهداوي الذي اكن له كل الاحترام، المراه ديال السينور الدين العطور الكونونيل متوفى الله يرحمه، وبغيتكم اخوتي المغاربه تهزوا اكف في الدار ودعوا معاه بالرحمه والمغفره، الله يرحمه ويوسع عليه في هاد النار يا رب العالمين، لانه كان رجلا صالح وكل شيء كان كيحبو كيبغي، كان ولد الناس وكان مربي وكان متخلق ما كيتعدى حتى على شي واحد، الله يرحمه في هاد النار يا رب العالمين ويوسع عليه. الدجاجه هي اللي كتحضن على البيض، ماشي ديك، ماشي الفروج، ماشي لوكوك هو اللي كيحضن على البيض، الدجاجه هي اللي كتحضن على البيض باش كتعطينا لي بوسان اللي في الالسات. كيتبعونا شي ناس من برا ما كيفهموش العربيه، وكان مره غنبقاو نترجمو نشرحو لهم بالفرنسي باش يفهموا، باش كلشي يفهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الدجاجه لا بول هي اللي كتنعس على لي زو على البيض باش كتعطينا لي بوسان، كتعطينا الفلالس كيخرجوا في تالي الفلالس، ماشي لوكوك، ماشي الفروج. لوكوك هو كيدير كوكو في الصباح، كيديروا نجي عباد الله في الصباح كيكونوا الناس غادي يمشيو للخدمه، هو كيدير كوكو كيبدا كيغوت وكيديروا نجي عباد الله في الصباح. لوكوك الدجاجة كتكون ناعسة على البيض باش تفقس البيض باش يخرجوا الفلالس، يعني المرأة هي اللي كتحضن على الولاد، منين كيخرجوا الفلالس يا ويلكو تقرب من الفلوس ديالها غتنقز عليك غادي تنقبك غادي تضربك وتبدا تابعك. الدجاجة كتبعك وكتضربك إلا جيتي تقيس لها الفلوس ديالها، هي ماشي بشر ما عندهاش العقل، هي حيوان ما عندهاش العقل وما تقدرش تفرط في فلوس واحد. كيف يعقل أن هاد السيدة هادي أم فاطمة التي لا أعرفها لا من قارب ولا من بعيد قدرت أنها تفرط في الفاليدة الكبد ديالها وتعطيها كي سميتو الماين الزوج ديالها؟ هادشي أنا اللي ما بغاش أنا يدخل ليا للدماغ، أنا نعطي الولد ديالي ولا البنت ديالي مثلا لواحد آخر كيما بغى يكون، هو الولد ديالي ونعطيه لواحد آخر، هذا هو يعني اللغز. هادشي اللي ما بغاش يدخل لي في الدماغ، كيفاش يعني تعطاتها البنت ديالها؟ علاش عطاتها البنت؟ واش هي ما عندهاش الولاد؟ راه عائله كبيره وعندها ولادها، كاين عمامها هي وكاين كذا ابتسام،
كيفاش هي تمشي تربى مع جدتها؟ علاش؟ واش أمي فاطمة كانوا عندها الولاد بزاف وبغات تنقص، شفت مثلا ابتسام ليه باش مثلا ترتاح شي شويه حيت عندها الولاد بزاف، بغات تفرقهم، النص تمشي مع الجده والنص يبقى معاها حيت يعني العبء ثقيل عليها مثلا، ولا هادشي انا اللي ما بغاش يتفهم ليا. انا اخوتي المغاربه باش نناقشوا هذه القضيه هذه، ماشي باش نتهموا شي واحد، حيت الملف كاين في القضاء، القضاء هو اللي غادي يفصل فيه، ولكن بحكم القضيه دازت في مواقع التواصل الاجتماعي ولات معروفه في المغرب، من حق اي واحد يخرج ويناقش في هذه القضيه هذه بحكم عندنا معطيات اللي عطاوهم لنا الاطراف بجوج، يعني دازوا هاد الناس هادو نشروا هاد الشيء هذا، قالوا للمغاربه ها القضيه وما فيها، نشروا داك الشيء ديالهم، انت كتخرج في منابر اعلاميه وكتهضر على القضيه ديالك، اذا كتعطيها ليا انا كتقول لي ها القضيه وما فيها وما فيها، كتعطيني معطيات، كنشد انا دوك المعطيات وكنبحث مزيان وكندقق مزيان وكنخرج كنشرح للناس كنفسر للناس، ماشي كنخرج كنحكم عليك ولا نتهمك انت قتلتي ولا ما قتلتيش، هذاك الشيء ماشي سوقي انا، المحكمه هي اللي عندها الدوسي وهي اللي غتفصل في القضيه في الاخر، ولكن انا كنور عباد الله كنشرح لهم بعض الحقائق وبعض الحوايج اللي ما ردولهمش هما البال. مثلا ملي كان كيهضر معاه السي المهداوي نطق الربيب الولد ديالها، حيت السي نور الدين تزوجها بالولد النهار الاول قبل ما يتزوج المراه الثانيه اللي راها في الاسبان اللي عنده معاها بنت، الربيب نطق قال له ها هو هي التصويره، راه كنت في العرس انا النهار اللي توفى هو ذاك السبت، فاش خرج هو من الدار ومشى ما باتش في الدار ديك الليله. السؤال الاول فاش ما باتش في الدار حتى واحد ما سول فيه علاش ما باتش، فين هو ما عيط له حتى شي واحد نهار السبت، والسبت كان في العرس الربيب، ولد امي فاطمه نهار السبت كان في العرس واحتفظ بديك التصويره هذيك من 2018 احتفظ بها حتى 2024 ست سنين وهي في لاغالغي محتفظ بها وكانت واجده، يعني غير هضر مع المهداوي جبدا قال له ها هي التصويره انا راني كنت في العرس ديك الليله هذيك. هذا هو يعني السؤال اللي كنطرحو وكنقلب واحد الجواب على هذا السؤال هذا اللي طرحته انا دابا، يعني انا كنحتفظ بواحد التصويره ست سنين وهي في لاغالغي، ولاغالغي غتكون عندي عامره مثلا خصني نخوي منها التصاور وكذا، الا جيت كنحتفظ بالتصاور مده ديال ست سنين راه لاغالغي غادي تعمر ما يكونش عندها لي سباس وغيبدا التليفون يديكوني وبدا يسخن كنمحي منه التصاور. السؤال يعني الذي يطرح نفسه كيف يعقل انني احتفظت بديك التصويره بالضبط؟ واحد القضيه اخرى بانت لي غريبه، ملي كانت امي فاطمه كتهضر في واحد اللحظه هزات يديها كتشير على الاخرين هكا قالت لهم سكتوا، درتها جوج ديال المرات هذه القضيه هذه ديال يعني سؤال يعني كنطرحو عليكم وكنقلبوا على جواب. واحد القضيه اللي ما لاحظتوهاش اخوتي المغاربه والعديد ديال الناس ما لاحظوهاش، ان السي نور الدين مسكين العطور الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار يا رب العالمين ما دارش غير قصيده واحده جوج قصايد، كيف يعقل ان السي نور الدين دار جوج ديال القصايد؟ يعني هوش ما عندوش البيرمي ديما كيدير هو القصايد وغير هو اللي كيدير القصايد، القصيده الاولى منع منها، القصيده الثانيه اللي توفى فيها، القصيده الاولى الطوموبيل كاينه عند خوه والوراق عند امي فاطمه، الدار ساكنه فيها امي فاطمه والوراق عند خو نور الدين، هنا تعرف بان السي نور الدين العطور مسكين الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار يا رب العالمين كانوا عنده جوج ديال الفرقات كيتنافسوا عليه، فرقه ديال خوتو وبنتو ابتسام والام ديالو وفرقه ديال الزوجه ديالو فاطمه والابناء ديالها، وزيد حتى المراه ديالو اللي عايشه في الاسبان مع البنت ديالها كانت في الفرقه ديال الام ديالو وديال خوتو وديال بنتو ابتسام، وحدين داو الطوموبيل وحدين داو الدار، الاخرين عندهم الوراق ديال الدار وما عندهمش الدار، الاخرين عندهم الطوموبيل وما عندهمش الوراق ديال الطوموبيل، يعني هنا كنهضروا غير على الماديات، كنهضروا غير على الماديات، واحد كيجري باش يدي الطوموبيل الاخر كيجري باش يدي الدار، هنا تعرف يعني القضيه راه باينه واضحه وضوح الشمس. واحد الملاحظه دقيقه ما لاحظتهاش اخوتي المغاربه بخصوص ما قاله اخ السي نور الدين العطور الله يرحمه ويوسع عليه في النار يا رب العالمين مع واحد المنبر اعلامي، ملاحظه دقيقه، الاخ ديالو قال بان خويا السي نور الدين فاش قال له الاخر شنو كان كيخدم، هو كولونيل، كتقولوا كلكم كولونيل كولونيل كلشي كيقول غير كولونيل في الامن الوطني،
ولكن فاش اين سيرفيس؟ تقولوا لي حنا ماشي سوقنا حنايا في السيرفيس فين كان كيخدم هو، هادي جريمه ولا شي با وقعت لوكسيده ولا الطوموبيل زلقات في الشتاء ولا حنا كنبحثوا واش جريمه ولا كذا. ولكن باش تبحث على الجريمه وباش تلقى الحقيقه خصك خصك تبحث في اي حاجه، حتى في الكاس اللي شرب منه داك النهار سينور الدين خصك تلاحظ الماكله اللي كلاو فين كلاو كذا وشنو كان لابس فين مشى ومنين خرج وكذا ومع من كان كيهد. الاخ ديال سينور الدين العطور الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النار يا رب العالمين، قال بان خويا كان كيخدم في واحد السيرفيس ديال مصلحه الاجانب، شي حاجه كتتعلق بالاجانب، شنو الله اعلم. وانا عطيتك دابا هذا السؤال هذا وسير انت بحث ورد عليا وجاوبني، كيخدم في واحد البير واحد السيرفيس ديال مصلحه الاجانب. القضيه الثانيه اللي بغيت نطرق لها اخوتي المغاربه كتتعلق بالصحفي مومو ديال هيت راديو الذي لا اعرفه لا من قريب ولا من بعيد، اكن له كل الاحترام بصفته مغربي ولد البلاد، ما بيني وبينه حتى شي حاجه. غنهضر على هذا المشكل هذا نفسر الناس بعض الحقائق اللي كيجهلوها، حيت بزاف الناس خرجوا كيهضروا في الناس اللي كيهضروا على مومو، قالوا لهم علاش كتهضروا عليه؟ ماشي سوقكم، هو راه ما دار والو، هو بارئ وكتهضروا فيه، عندكم معاه حساب. دابا غير اللي خرج يهضر على شي واحد ويفسر للناس وداك الشيء راه عنده حساب مع داك السيد هذاك. منين كدوس منابر اعلاميه كدوس في لي ريزو سوسيو راه اي واحد يخرج ينتقدك ويهضر عليك. انا راه كيخرجوا كيهضروا عليا وكيسبوني، جموفو سبني ولا دبر راسك بينك وبين الله اللي خلقك، واش انا غادي نبورتي بلانت انا ب 60000 واحد؟ 40 مليون ديال المغاربه ندخل انا 40 مليون ديال المغاربه للحبس انا حيت هضروا فيا سبوا لي امي؟ سب لي امي ما غتنقصني ما تزيد فيا، انت اللي كتخدمو. انا راه كنمشي كنعس في الخديه كنعس مرتاح، راه اي واحد من حقه يهضر على شي واحد الا الدوسي كان في منابر اعلاميه، داس منابر اعلاميه كتنشر الغسيل ديالك وكذا وكتقول الناس ما تهضروش فيا، انت شخصيه عموميه ومعروف من حق اي واحد يخرج ينتقدك اسي محمد، داكشي راه كلام فارغ. انا اللي جيت نقول لكم اخوتي المغاربه ماشي هذا الشيء، هذا جيت نجاوب هاد الناس هادو ونقول لهم بان المتهم بارئ حتى تثبت ادانته. هو دابا حكمات عليه المحكمه، ما بقاش متهم، كتدخل في خانه ديال مجرم، وكاين الجرائم فيها انواع، جريمه ماليه اخلاقيه عده جرائم. مومو منين حكمت عليه المحكمه ب 10 ديال المليون ومن بعد 4 شهور وعطات الاخرين 3 شهور، اللي انا كيبان لي ماشي شي حكم قاسي 3 شهور، كتشوه السمعه ديال الامن يعني، وكتنشر الخوف والرعب ما بين عباد الله، يعني بان ما كاينش لا بوليس لا والو في البلاد، ما كاينش الامان، هذه جريمه يعاقب عليها القانون وبشده، ماشي جريمه ديال 3 شهور كنعطيك 3 شهور. الشيء خطير اللي داروا هاد الناس هادو، كيبان لي هذا الحكم هنا عادي. مومو حكمت عليه المحكمه ب 10 ديال المليون غرامه، الا وراه تبتات عليه التهمه، خرج من ديك الخانه ديال المتهم بارئ. إذا المحكمة دابا حنا هي اللي غنقولوا هما اللي مجرمين وهما اللي ولاد الحرام، هاد الناس هادو شكون هما؟ ماشي مغاربة هاد القضاة اللي حكموا على مومو، راه غالطين وكذا وهادي حكموا على مومو، راه هو بريء المحكمة، هما اللي كيسميتو المحكمة ملي كتحكم على شي واحد صافي، كيخرجوا الناس كيهضروا كيقولوا دار داك الشيء هذاك راه دارو وكذا، يسال العقوبة لأن المحكمة بحثات، البوليس دار البحث ديالو، يعني بزاف ديال الاجراءات كنديروا باش ان في التالي كنحكموا على واحد السيد ان قليل فين كيوقع شي انفلات، ولكن مره ماشي القضيه ديال مومو هو معروف راه باين، المحكمه ما يمكنش تعطي 10 ديال المليون غرامه الا وراه دار داك الشيء هذاك. دونك ما تبقاوش تخرجوا تقولوا للناس كدا راه ما دار والو راه ما فعل والو، راه المحكمه غير تخرج وتقول مومو 10 ديال المليون وتعطيه 4 شهور غير هكاك شاده مع حساب. القاضي كان شد مع حساب حيت عيط لواحد النهار للراديو وما جاوبوش مومو، شد مع حساب. هذاك الشيء انا كيبان لي كلام فارغ، هضره خاويه، اللي دار الذنب يسال العقوبه، راه جريمه خطيره هذه، منين كتختلق جريمه وهميه، اختلاق جريمه وهميه كايناش في الواقع، راه كتمس بالامن والسلامه ديال المواطنين والامان في البلاد، راه جريمه يعاقب عليها القانون بقسوة. هاد الناس هادو راه ما داو والو 3 شهور راه والو. خير الكلام ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه. الله يهدي ما خلق الله يهدي الجميع، كنتمنى ليلة سعيدة للجميع، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.